السيدة آمنة عليها السلام لم يظهر عليها أثر الحمل ولا ما تعتاده النساء، وكانت تحدث نفسها كيف أصنع ولم يعلم بي أحد من قومي. وكانت دار السيدة آمنة عليها السلام وحدها، فبينما هي كذلك إذ سمعت وجبة عظيمة ففزعت من ذلك، فإذا قد دخل عليها طير أبيض ومسح بجناحيه على بطنها، فزال عنها ما كانت تجده من الخوف. فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نسوان طوال يفوح منهن رائحة المسك والعنبر، وقد تنقبنا بأطمارهن، وكانت من العبقري الأحمر، وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض. قالت إحداهن: اشربي من هذا الشراب، فلقد شربت أضاء نور وجهي وعلاه نور ساطع وضياء لامع، وجعلت أقول: من أين دخلن علي هذه النسوة؟ وكنت قد أغلقت الباب، فجعلت أنظر إليهن ولم أعرفهن. ثم قلن: يا آمنة اشربي من هذا الشراب وابشري وابشري بسيد الأولين والآخرين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالت السيدة آمنة عليها السلام: ثم قمنا النسوة وخرجنا، فإذا بأثواب من الديباج قد نشرت بين السماء والأرض، وسمعت قائلا يقول: خذوه عن أعين الناظرين والحاسدين، فإنه ولي رب العالمين. قالت السيدة آمنة عليها السلام: فداخلني الجزع والفزع، وإذا أنا بخفقان أجنحة الملائكة، وإذا بهاتف قد نزل، وسمعت تسبيحا وتقديسا. هذا ولم يكن في البيت أحد إلا أنا، فبينما أنا أقول في نفسي: أنا نائمة أو يقظانا، إذ لمع نور أضاء لأهل السماء والأرض حتى شق سقف البيت، وسمعت تسبيح الملائكة. فبينما أنا متعجبة من ذلك إذ وضعت ولدي محمد أفضل الصلاة